الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. وعدت في لقاء سابق أن أتحدث عن الجسور والعقبات والحواجز التي اجتازها قرن الشيطان ابن عبد الوهاب من أجل تكفير المسلمين جملة. فهناك جسور منيعة لا يستطيع أن يكفر المسلمين إلا إذا تجاوزها. الجسر الأول والحاجز الأول هو الإسناد، فهو إنسان يتكلم بلا إسناد، ليس له سلف في هذا الكلام الذي يقوله، فهو مبتدع في هذا. غاية ما في الأمر أنه أن ليس له سلف إلا ابن تيمية، وبينه وبين ابن تيمية مفاوز حوالي 500 سنة انقطاع، لا يوجد إسناد. وحتى طريقة ابن تيمية هذه مبتدعة، فلا الحنابلة قالوا بها ولا السلف قالوا بها، إنما قال بها الكرامية وأتى بها ابن تيمية ليجعلها عقيدة المسلمين. الجسر الثاني الذي جاوزه حتى يكفر المسلمين جسر اللغة، فالأفهام التي أتى بها للدين لا تساعد عليها اللغة، لغة العرب، حينما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول له لا، أنت لا تفهم معناها. كيف عرفت؟ قال لا، لها 7 شروط. ما دليلك على هذا؟ كلمة لا إله إلا الله لا نافية للجنس، تنفي جنس الألوهية عن الله جل جل عن غير الله تعالى، وتثبتها لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المعربون جميعا يقولون هذا، لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن قال لا إله موجود يقصد هذا، لا إله موجود بحق. أنت تفترض أنه يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، وليس عندك دليل على هذا. ثم افتراض شيطاني عجيب لم يسبق إليه أحد إلا ابن تيمية، أن جميع الناس في الأمم السابقة ما كانوا مشركين في الربوبية، وأن الأنبياء ما جاءوا من أجل الربوبية. كذب هذا، هذا كذب صريح على كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف لم يحصل شرك في الربوبية والله تعالى يقول على لسان يوسف أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار؟ كيف لم يحصل الشرك في الربوبية وإبراهيم وهو ينازع قومه يقول لهم ماذا؟ فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. إذن كانوا يعتقدون بألوهية الكواكب. كيف لم يحصل الشرك في الربوبية وهو يخاطبهم ويقول فابتغوا عند الله الرزق، ليس من هذه الأصنام الرزق يكون؟ كيف لم يحصل شرك في الربوبية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه جل وعز في البخاري، يقول الله تعالى أصبح من عبادي الليلة مؤمن بي وكافر، فأما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. إذن أنواع تمطر وترزق. كيف 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 ولا أسئلة لا جواب عليها. كيف يزعم أن المشركين كانوا موحدين في الربوبية؟ مخالفة للغة، مخالفة للواقع. ما دليلك؟ قال دليلي أن حينما سألهم قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا دليل التوحيد. هذا دليل على ماذا؟ هل هذا دليل الربوبية؟ شوف المغالطة البشعة القذرة المخالفة حتى للغة. كيف؟ من قال لك أن الربوبية الخلق يا بني؟ رب يرب تربية التعهد، خلق رزق إيجاد إمداد، كلها ربوبية هذه. وهؤلاء كانوا مشركين فيها، سلم بعضهم بالخلق فقط، ثم لم يقولوا وحده. على فكرة ما قالوا الله وحده، لاحظ، لا يقولون الله، هل قالوا الله وحده؟ قصر معاني
الربوبية على الخلق، وافترض أنهم قالوا وحده، مغالطات في مغالطات، ما قصته في هذا حتى يقول أن توحيد الربوبية لا يجدي نفعا؟ ما الذي يجدي عنده الألوهية؟ طيب الله تعالى أمرنا بأن لا نعبد سواه، صحيح، ونحن في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب هو ما المشكلة عنده؟ لا، يريد أنك إذا خضعت أو تذللت لغير الله تعالى مع اعتقاد عدم ربوبيته أنت صرت مشركا، ولو لم تعتقد ربا يقول أنه لم يحصل شرك في الربوبية. طيب الخضوع والتذلل للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو بعد وفاته لكن بدون اعتقاد الربوبية فيه ولا شيء من الألوهية فيه، أين المشكلة فيه؟ ما سمعت بأولئك الذين يدلكون وجوههم بنخامته عليه الصلاة والسلام؟ ما سمعت الآثار الذين شربوا بوله أو دمه؟ هذا التوله في حبه عليه الصلاة والسلام، لم يكن مصحوبا بالربوبية. اخترق حاجز اللغة، اخترق حاجز الإجماع، اخترق الأحاديث التي ثبتت عن الصحابة وفيها استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وافترض أن هؤلاء كانوا مشركين فعلا، وهذه طريقة الخوارج. إيش يعني بلال بن الحارث المزني كان مشركا؟ لماذا لم يقم عليه حد الردة عمر بن الخطاب؟ وقصة عام الرمادة وغيرها، شعار المسلمين يوم قتال مسيلمة ومحمدة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ظلت دابة أحدكم فليقل يا عباد الله احبسوا. تكسير الحواجز وتذليل العقبات من أجل أن يكون الطريق مسهلا ليفهم النصوص كما يريد. الآن لا إسناد ولا فهم عربي صحيح ولا نقل عن السابقين يؤيد ما قال، فهو أمام النصوص بشكل مباشر يفعل بها ما يريد، والنصوص أصلا حمالة وجوه كما قال علي بن أبي طالب لابن عباس على في الأثر، قال عن القرآن إنه حمال ذو وجوه، حمال ذو وجوه، كل كلمة عربية بينت هذا في مواضع عديدة، الكلمة بمعزل عن موضوعها وسياقها وهويتها يكون لها معنى آخر، بينت أنا هذا في أكثر من موضع، بينت أن الشاعر العربي إذا سمعت قصيدته وهو يقول وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، إذا لم تفهم مراد المتنبي ومناسبة القصيدة ستحملها على زائرة تأتي بالليل لأنها مستعية من عين أعين الرقباء، وهو يريد الحمى التي يقول عنها بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. الموضوع اختلف تماما، وكل آية تخرجها عن سياقها وعن سباقها وعن لحاقها وعن موضوعها ستؤدي إلى معنى آخر. اخترق حاجزا آخر سبقته به الخوارج، وهو مجاوزة هوية النص. النص جاء في الكافر المشرك العابد للوثن المصرح بعبادته الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. افترض أن المسلمين يفعلون هذا وأن هذه آلهة، طيب ما دامت آلهة لماذا يستحون من ذكرها ولا يذكرونها؟ الإله مفهومه قائم على التعظيم، وقلنا لكم في تسجيل سابق يعني أمة الهند التي تعبد البقرة تقدسها وتفتخر بهذا ويشربون بولها، والذين يعبدون الفئران والذين يعبدون أوثان والذين يعبدون الجعلان، كل واحد من هؤلاء يعظم إلهه، فلماذا يستحي
من يصفهم بالشرك من هذه الآلهة ويرفضونها ويقول أبدا هم عباد لله يحتاجون ويفتقرون إلى إمداد الله سبحانه وتعالى وليس وسائط بين الله وخلقه. الله جل جلاله هو القيوم. أهمل جميع أفهام الأمة، أهمل الأسانيد، أهمل لغة العرب، أهمل الإجماع، أهمل كل تلك الجسور، تجاوزها ليصل إلى النتيجة التي يبتغيها وهي تكفير جميع المسلمين. فكانت النتيجة ما أراد، كفر جميع المسلمين وخرج من ضئضئه أجيال تكفر الناس جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.